احمد جلال ناشط ميداني. احنا النهارده جينا يوم 13/9 الثلاث قدام السفاره السعوديه، كان في وقفه النهارده احتجاجيه، واحنا اصلا قبل الوقفه احتجاجيه احنا كنا واخدين وعد من السفير السعودي يوم الاحد ان هو يرد علينا بخصوص المعتقلين المصريين اللي موجودين في السعوديه هناك. وعدنا ان هو يوم الاحد هيرد، النهارده دلوقتي الثلاث السفير مش موجود، وسكنه عسكريه زي ما حضراتكم شايفين، يعني حاله تاهب قصوى او حاله حرب، يعني مش ناس كتير جدا من الجيش ومتحوطه حوط السفاره. وطبعا انا مش عارف كل ده ليه، يعني اصلا الناس اللي بتيجي مفيش ولا مره واحد هنا من اهالي المعتقلين عمل اي مشكله قدام السفاره، الناس كلها كانت بتطالب بخروج المعتقلين، ما كانش حد عمل اي مشكله او اذى حد او عمل اي حاجه غير حضاريه. كل الناس اللي كانت بتطالب كانت بتطالب بوقفات سلميه، يخرجوا المعتقلين، ناس بقى لها 7 سنين، ناس بقى لها 6 سنين، ناس بقى لها 3 سنين. السؤال بس بحب اوجهه، الى متى سيظل قضيه المعتقل السياسي البيضه الذهبيه؟ يعني هل هو المعتقل السياسي البيضه الذهبيه للانظمه، ولا هل هو المعتقل السياسي دوت الانسان الوحيد او الكائن الوحيد اللي ما حدش يقدر يدافع عنه وما حدش يقدر يقرب منه؟ الى متى؟ دي حاجه. السؤال الثاني، هل راينا سجينا سعوديا في مصر؟ هل حد شاف سجين سعودي في مصر؟ طيب السؤال الثالث، ليه الحكومات بتاعتنا او ليه حكومتنا ما بتتدخلش وما بتدافعش عننا؟ لحد امتى هيفضل كده؟ قنصل المصري فين في جده؟ قنصل المصري فين في الرياض؟ قنصل المصري فين في الرياض؟ وزاره الخارجيه بتاعتنا فين؟ النائب العام فين؟ فين مجلس الوزراء؟ ولا هو بس الحكومه موجوده عشان تفعيل قانون الطوارئ وعشان حط ترمي السياسيين في السجن تاني وترجع تعيد الكره علشان يقول لك الدوله المدنيه والحق المدني؟ احنا زي انتم بتقولوا الدوله المدنيه، احنا بنطالب الحكومه المصريه بالتدخل العاجل للافراج عن المعتقلين اللي موجودين من غير تهم، واللي توعدنا كتير، والاهالي المعتقلين عملوا 21 وقفه امام السفاره ومحدش لحد النهارده سال فيهم ولا قال لهم ايه طلباتكم. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.